طيب هاخدك ليه مباراة اللي قبل المقاولين العرب كان فيها ايقاف لمدحت عبد الهادي ماتشين بيراميدز، وتقرير الحكم يا حاج عامر ما ذكرش مدحت عبد الهادي اساسا في القصة. يعني انا يمكن شفت التقرير اطلعت عليه يعني ولقيت ان في ايقافات شوف التقرير فين كده. يعني خلاص بقى عديها بقى، شفت جبت التقرير يا حاج عامر عديها، طيب عرفت اللي ماشي. فيه، بلاش عرفت اللي فيه، بس عرفت يعني عرفت يعني مش بهزار، انت عرفني ما ب... طبعا فحبيبي حاج عامر. فيعني ما كانش مذكور فيه متعب هادي خالص، كان مذكور فيه الكارتي، وكان مذكور فيه طرد محمود علاء، وكان فيه انذارات لبعض لعيبه الزمالك، وطرد اللعيب اعتقد او حد من الجهاز الفني ليه فيليب اللي هو المساعد. فكان في كل الكلام ده، مفيش مدحت عبد الهادي، وفوجئنا بايقاف مدحت عبد الهادي مباراتين و20 الف جنيه غرامه. طبعا تعليقك. عشان طبعا الناس تستفيد من المداخله وكلنا نستفيد، زي الفل، ان دي فرصه طبعا، اتفضل. ان اللائحه بتقول ان بناخد القرارات بناء على تقارير الحكام والمراقبين وشريط المباراه الاصل، حاجه من الثلاثه دول. تمام، ما تغيير الحكام ما كانش فيه حاجه، طب المراقب؟ المراقب ما كتبش حاجه. لا. لو حاج جالك عامر التقرير ما جالكش ابعتهولك يعني التقرير. المراقب هيكتب، يعني المراقب هيكتب والحكم مش هيكتب؟ ما بقول حضرتك لما المراقب موجود، عشان كده في حاجات ما بيشوفهاش الحكم المراقب بيكتبها، الحاجات ما التنظيميه. الحكم يا حاج انما عامر، الحكم المراقب في الملعب، الحكم في انما الملعب، ايوه هو بره الحكم في الملعب هو مش الملعب، شايف وهو هو بيحصل ايه اصلا. جوه الواقعه، يعني هو لا اللي لا هو اللي ما لو المفروض مش كده يكتب. ما فيش مراقب يروح بقى، لان الحكم مش هيشوف كل حاجه. بس في مرابين كتير ما بيكتبوش حاجه. الحاجات اللي على ذكرك البدلاء والحاجات التنظيميه اللي بره، المراقب بيبقى قاعد جنبهم مراقب المسابقات، طب سؤال تاني بس معلش، ملوش علاقه. انا مراقب المسابقات ملوش علاقه بالحكام، يعني ما تمام، يقدرش يقيم حكم، ما يقدرش يقول الحكم ده صح ولا غلط، لان المفروض ان لجنه الحكام هي اللي بتتابع اللي الحكام بتتابع الحكام، جميل. على المسابقات الامور التنظيميه بس. طب لو تقرير الحكم في تضاد بينه وبين تقرير المراقب، تعمل ايه في الحاله دي؟ لا تضرب في ايه؟ يعني مثلا ده قال لك عمل حاجه، وده قال لك ما عملش حاجه، بس لا او ما كتبش حاجه. لو في حاجه جوه الملعب، جوه الملعب في اللعب باخد بالحكم طبعا. بتاخد بالحكم. لو طب حاجه ما جوه الحكم ما كتبش حاجه على مدحت يا حاج لا عامر. بقول حاجه جوه الملعب، جوه الامور الملعب. جوه الملعب. انت قصدك مدحت كان بره الملعب يعني. ايوه تمام. يعني مثلا لعيب راح الموسم مضغوط يا حاج يعني لعيب عامر، برضو ندي مثل بارس يا كابتن طارق، يعني اتفضل. لعيب راح بيتناقش مع حكم، طيب الحكم كتب ان هو غلط فيه، كويس، والمراقب بره ما يعرفش هو قال للحكم ايه، فلازم تاخد بقرار الحكم اللي هو اقرب للاعب. يعني انت بتبعت المراقب للحاجات اللي خارج الملعب خارج الملعب، والحكم يبقى الحاجات اللي يعني داخل الملعب، ده ايوه اللي انا النادي فهمته من حضرتك يعني. ايوه النادي اللي اتاخر عن النزول لارض الملعب قبل المباراه او بين الشوطين، ده تقرير المراقب. ده تقرير المراقب. تمام. المؤتمر تاخر عن حضور المؤتمر الصحفي، يعني كل الامور التنظيميه اللي بره دي شغل المراقب. احنا عايزين حلقه مع حضرتك يا بعد ريت اذنك. تشرفنا، يا ريت يا ريت، وربنا يخليك، شرف لينا. الحمد لله. ونقعد بقى نفند كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي والناس المشاهدين، لان برضو خلي بال حضرتك خروجك وطلوعك في قناة فئوية او اي قناة اخرى من الممكن انها تبين حاجات كتيرة جدا مش باينة للناس يا حاج عامر. يا ريت طبعا، من مصلحة من مصلحتي كلجنة مسابقات او ادارة بالظبط، مسابقات، ومصلحة الناس ان هي تبقى عارفة كل الامور، صح، عشان ما يحصلش لبس، ايه اختصاصات الحكم، ايه اختصاصات المراقب، كل الامور دي طبعا كل ما تتوضح للناس كلها طبعا بتبقى مفيدة للناس كلها. تمام.